معي عبر الهاتف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ باقر درويش. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. أستاذ باقر، لماذا يمارس النظام هذه السياسة القمعية الجائرة، يعني وصولا إلى إصدار أحكام بالإعدام؟ هو لم يعد يكتفي بإصدار أحكام بالسجن كما كانت تجري العادة في السابق، اليوم محمد بن سلمان يريد إعدام هؤلاء الشبان وكأنهم يشكلون خطرا على حكمه، لماذا برأيك؟ نعم صحيح، في الحقيقة تحولت عقوبة الإعدام وهي أقصى أشكال العقوبة التعسفية التي تنفذ بحق معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، تحولت إلى أحد الأدوات الرئيسية في القمع في خلال السنوات الماضية، ونحن نتحدث اليوم عن عدد كبير من تعرضوا للإعدام في ظروف متشابهة، إن من حيث عدم معرفة عوائلهم، بعض العوائل عن صدور حكم الإعدام وتنفيذه بحق الضحايا كما هو الحال في كثير من الحالات، يقرؤون الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، أو حتى في طبيعة ظروف الاعتقال التعسفي والمحاكمات الكيدية التي لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وإلا فإن أصل معرفة أنه ما هو متأكد منه أن هنالك نحو 90 حالة صدر بحقها حكم الإعدام وقد يتم تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، وهو عدد كبير جدا، رغم أن ربما الرقم أكبر من 90 ولكن وفق ما تم الوصول إليه. الأمر الآخر، يعني تنفيذ أحكام الإعدام في خلال الفترات الماضية ومن دون وجود ضغوط جدية وحقيقية لإيقاف هذا التهور في التلاعب بالحق في الحياة باعتبار أن الضحية بعد تنفيذ حكم الإعدام يعني لم يعد هنالك من سبيل للانتصاف سوى يعني مسألة تعويض عائلته جبر الطرف، وإن كان هذا حق يجب التأكيد عليه إزاء من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، يعني كل من تم تنفيذ حكم الإعدام السياسي بحقهم في السنوات الماضية يجب أن يكون هنالك تعويض للضحايا وتقديم اعتذار لعوائلهم ومحاسبة من تورط بانتهاك حقوق أولئك الضحايا. ولكن أمام هذا التعداد الكبير اليوم الموجود والمهدد بتنفيذ حكم الإعدام من دون أي مقدمات، لا توجد أي مقدمات منطقية وموضوعية، خصوصا وأن الكثير من القضايا يتم إما التحقيق أو الذهاب للإجراءات القضائية الشكلية في ظروف سرية. الآن هي السلطات السعودية تدعي بأنها استنفذت درجات التقاضي بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، ولكن من دون وجود رقابة حقيقية على المحاكمات وفي ظل وجود تعذيب وانتهاكات وغير ذلك، لا يمكن سوى اعتبار عنوان استنفاذ درجات التقاضي بأنه مجرد يعني لذر الرماد في العيون ولاستخدامه أمام الأسئلة الحقوقية التي قد توجه إلى السعودية من قبل منظمات حقوقية دولية أو حتى من الأمم المتحدة، مقررين في الأمم المتحدة وغير ذلك. لذلك لابد من أن يستمر الحراك في إثارة قضايا المحكومين بالإعدام ويتم الضغط لإسقاط تلك الأحكام القاسية والإفراج عن كافة معتقلي غيث السعودية. نعم أستاذ باقر، هل فعلا يشكل هؤلاء المعتقلون خطر على سلطة ولي العهد السعودي، أم أنه يريد أن يكونوا عبرة لمن يعني يرفع الصوت أو يعترض أو يغرد أو يعجب بتغريدة تنتقد النظام؟ يا
يعني ما الذي يشكله من تهديد من يمارس حرية التعبير عن الرأي لو كتب تدوينة ينتقد فيها السياسات العامة أو مارس حقه بحرية التظاهر؟ ولكن كما هو واضح طبيعة هذه الأنظمة السياسية تعتبر مجرد ممارسة النقد أو المطالبة بالحق السياسي هو أمر مجرم، وتصل عقوبته إلى الإعدام. يعني هستيريا صراحة في يعني استصدار الأحكام القضائية، لا يوجد مبرر، لا يوجد مبرر موضوعي ومنطقي لمسألة توجيه الأحكام نحو الإعدام تحديدا، نحو عقوبة الإعدام. يعني إذا فلان من الضحايا انتقد السلطة العامة أو انتقد شخصا ما في السلطة السعودية يتم استصدار حكم بالإعدام بحقه، هذه في الحقيقة يعني شكل من أشكال الانتقام والكيد السياسي التي لا يمكن أن تتوفر سوى في الأنظمة القمعية كما هو حال السعودية. رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ باقر درويش، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، أشكرك جزيل الشكر.